هذا هو المكان؟ أعتقد ذلك، إنه يبدو مخيفاً. أتفق معك. هل ندخل؟ سأفتح الباب. إنه مغلق بالقفل. هذا مزعج. ماذا علينا أن نفعل؟ دعيني أفكر. لدي فكرة، التفي. حسناً، علي رسم حول يدي. يدغدغني هذا، لكنها فكرة جيدة. سأفعل الشيء نفسه. توقفي عن الحركة، كدت أنتهي. يبدو هذا جيداً. ها أنا ذا، لقد انتهيت. ليس هذا أفضل أعمالي، لن أعلقها في أي معرض. كلا، لن يفي هذا بالغرض. ها هي رسمتي، تذكري أنني رسمتها على عجل. واو، إنها مذهلة. هل ترين هذا؟ أين ذهبت؟ مهلاً، نحتاج إلى مساعدتك. علينا الدخول. ماذا تنتظرين؟ هكذا تماماً، إنه مقفل. هيا، ينجح الأمر. ينفتح الباب، لندخل. أتساءل كيف يبدو المكان من الداخل. نحن على وشك اكتشاف ذلك. هذا ممتع. حسناً، لنلقي النارد. أوه، لقد خسرت. أوه، إنه دوري لإدارة العجلة. أتساءل عن ما سنحصل. أوه، مفاجأة. أوه، هناك الكثير من الأشياء للاختيار من بينها. أوه، ظننتها حلوة. ما هي؟ تستخدمينها لترسمي. أوه، فهمتك. هكذا؟ هذا ممتع. ما رأيك؟ أوه، حسناً، استخدميها هكذا. سترسم دوامة. كل ما عليك فعله هو تحريك القلم. ستؤدي الدوائر باقي العمل. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. تبدو رائعة جداً. حسناً، لنجرب لوناً مختلفاً. أترين؟ إنها تصنع أنماطاً مختلفة. لا أحتاج إلى هذا الآن. والآن تبدو جيدة. واو، إنها منومة مغناطيسياً. أشلي، هل أنت بخير؟ فوقي. أعلم ما سأفعل. قد يكون هذا الصوت مرتفعاً. على هذا أن ينجح. حقاً، نفذت أفكاري. أوه، هذه الريشة قد تكون مفيدة. استيقظي الآن. أتشو، ماذا حدث؟ هو أجل دوائري الجميلة. إنها تبدو رائعة. هل يمكنني إدارة العجلة؟ كلا، إنه دوري. هيا إذن، لنسوي الأمر بحرب الإبهام. هيا بنا، قد يستغرق هذا وقتا. توقفي، لما لا نديرها نحن الاثنين؟ فكرة جيدة. كيف الحال؟ سيكون هذا رائعا. مهلا، أين نحن؟ ربما علينا الذهاب. هاو، أول وشم لي. أنت متحمسة. لنفعل هذا. هل جننتي؟ سيبدو هذا رائعا. إنه يدغدغ. انظروا إلى هذا. هذا أحد أفضل أعمالي. هذا مختلف. لقد أحببته كثيرا. أبقي بعيدا عني. أمي، أنقذيني. دورك يا رجل. مستحيل. سأستخدم هذه الرسمة المطبوعة بدلا من الوشمة. سأقطع الفراشة من الورقة، ثم سأضعها بوجهها للأسفل على معصمي. سأحتاج إلى سائل ما بعد الحلاقة لتبليل الرسمة. والآن سأضعها على بشرتي. وشم لا يسبب ألما. إنه يليق بي. واو، أعلم ذلك. أشعر بالجمال. يشعرني حبيبي بالإلهام. آمل أن يقدر هذا. لن أخسر شيئاً. كيف الحال يا دافيد؟ جميل، ماذا كتبت لي؟ أجل، لدي بعض المشاعر بشأن هذا. هل تهدأ يا قلبي؟ لنرى هنا. كتبي.
آسف، دعيني أساعدك على جمعها. أوه، يداك ناعمتان للغاية. أها، أوه، كتبي؟ أوه، صحيح. إذن، أجل، شكراً. أظن أنني واقع في الحب. مهلاً، نظرة واحدة أخيراً. أجل، هذا الرجل مميز حقاً. أوه، هذا ما سأقوله. لا مثيل لتذكير حبيبتك بلحظة لقاء عينيكما لأول مرة. انتهى الجزء الصعب. جميل. واو، إنني أتذكر ذلك. يا له من رومانسي لطيف. أحبك يا عزيزتي. التحضير لمشروعك الفني جزء من العملية، عملية فوضوية. على أي حال، حان الوقت لتحويل الفكرة إلى عمل فني. ضربة الفرشاة الأولى هي الأفضل دائماً. سأضيف القليل من الأزرق هنا. ها هي النتيجة تتضح حقاً. أم لا؟ هذا بشع. كلا، من الجيد أن لدي المزيد من الورق. أوه، رائع. هذه أسوأ من الأولى. هيا الآن، ركز. لابد أنك تمازحني. لماذا لا يمكنني رسم زهرة غبية؟ حسناً، اهدأ. تنفس بعمق. يمكنني فعل هذا. أنا متمكن تماماً. حان وقت البدء. برفق، برفق. أتشو! كان ذلك مؤسفاً. لكن مهلا اللحظة، يا له من شكل مثير. يمكنني العمل بهذا. سيساعدكم استخدام فرشاة الألوان بطرق مختلفة على صنع تصاميم فريدة ومختلفة تماما. وفي حالتي رسمت بتلات. وبعد أن ترسموا الزهرة بأكمالها، أضيفوا بعض اللون الأخضر للأوراق والجذع. هل ترون كيف يسير الأمر؟ استخدام الفرشاة بحذر ناجح جداً. يمكنكم حتى توصيل الزهرتين، فهذا يملأ المساحة بشكل جميل. علمت أن بإمكاني فعلها. واو، أرسمت هذه بمفردك؟ لماذا لا تأخذيها يا آني؟ فلدي المزيد من الإبداع. وهذه المرة سأجرب طريقة جديدة تماماً. لكن لا تقلقوا، ما زلنا سنكمل الموضوع نفسه. هل ترون كيف تصنع هذه الضربات أوراق شجر تبدو واقعية؟ لا تخافوا من أن تستغرقوا وقتاً طويلاً في رسمها. يمكنكم رسم العشب أيضاً، هل ترون؟ لكن سيصبح الجزء التالي أكثر تعقيداً. يمكنني استخدام طلاء منتفخ مثل هذا لابتكار قوام جديد وممتع باستخدام بالون. كم هذا مرضٍ. والآن استخدموها كختمة وستحصلون على أزهار ممتعة وفريدة للغاية. لا تنسوا هذا، رائع، أليس كذلك؟ هذا مذهل. ما رأيك ديفيد؟ كيف فكرت في هذا حتى؟ لدي مكون سري. أوه، هذه الصورة مبهجة بالتأكيد، جيدة كفاية لتوضع في إطار. ولماذا أتوقف عند هذا الحد؟ أحتاج إلى الإلهام فحسب. صحيح، ماذا قلتي؟ يا سوزان، أنت سيئة. لا أعرف. معذرة، ورقتي. هذا خطأي. أوبس، انظري إلى ما فعلت، لقد أفسدتها. اسمع، هل يمكنني أن أريك شيئاً؟ هل سمعت من قبل عن صدفة سعيدة؟ هذه إحداها. أنا؟ أجل، يمكنك رسمها بأحجام مختلفة أيضاً. مذهل. لكم دائرة ستتسع الورقة في رأيك؟ لأي عدد تريد. تزداد الأمور جنوناً. يمكنك استخدام أي شيء تقريباً طالما أنه دائري بالطبع.
هل تظنين أننا رسمنا ما يكفي؟ إنها تبدو رائعة، أليس كذلك؟ صافحيني. فناني الصغير. حسناً، ها هو التحدي التالي. إنها مجموعة طلاء مع إسفنجات المكياج. إنها طرية للغاية. ربما علي تعديل مكياجي. أحتاج بالتأكيد إلى بعض التعديلات. أجل، وأنا كذلك يا سكاي. انظري، العجلة. انظري، توقفت عند إسفنجات المكياج. أجل، ولدينا هذه اللوحات الطويلة لنعمل عليها. حسناً، هذه جاهزة للاستخدام. والآن الأيدي. باه، بلا يدين لنا هذه المرة. حان وقت التلوين. أوه، رأسي. أوتش. حسناً، علينا أن نكون أكثر حذراً. حسناً، لقد أخذت القليل من الأصفر على الإسفنجة. والآن سأطبطب بها على لوحتي وأحاول رسم خط مستقيم. وبالتلوين على هذا الطرف من اللوحة. والآن سأضيف البرتقالية إلى الأصفر الذي استخدمته. حان وقت الوردي الفاتح، وأحتاج إلى لون البحر الفيروزي هذا. هذا ممتع نوعاً ما، أليس كذلك يا لاكسي؟ أحتاج إلى الأخضر في هذه المنطقة. علي مواصلة مزج هاتين الدرجتين من الوردي معاً. نجح تأثير التدرج بشكل رائع. مذهل، جميل فعلاً ومهدئ. لقد انتهيت، كان ذلك عملاً شاقاً. عجباً، هذا مختلف كثيراً عما رسمته. حسناً، انظري إلى ما صنعته. لاكسي، انظري إلى لوحتي. أجل أجل، إنها رائعة يا سكاي. ولكن عجباً. أجل، شكراً، كانت النتيجة مثل ما تخيلت في فكري تماماً. حسناً، والآن لا أعلم كيف أشعر بشأن لوحتي. لا تحزني، يمكننا جعل لوحتك أكثر روعة. سنستخدم هذه الزهرة. سنضعها بوجهها للأسفل على لوحتك. والآن سنضع بعض الطلاء الأبيض على الإسفنجة. عجباً، لنضع واحدة أخرى هنا. مذهل يا سكاي، لقد جعلتها أفضل. أحببت لوحتي الآن. انظروا إلى نمط الزهور، إنه جميل للغاية. العفو، تسرني المساعدة. اضغطي الزر هذه المرة يا سكاي. حسناً، ها هي العجلة. لنرى ما سنحصل عليه لهذا التحدي. يونيكورن، ألست متحمسة للغاية؟ هذا جديد، عليك ارتداء عصابة عين يا لاكسي. حسناً، بما أني سأرسم عصابة العينين، سأكون يونيكورناً على الأقل. أجل، سنزين بسكويتاً على شكل يونيكورن. يلا من أمر ممتع. المآزر مجدداً. حسناً، أظنني سأضع عصابة العين الآن. سكاي، إلى أين ذهبت؟ ولكن ما ذلك هناك؟ أجل، ها هو البسكويت، سأخذه. حان وقت الأكل. لاكسي، لا أظن أنه يوجد شيء هناك. مهلاً لحظة، ماذا حدث للبسكويت؟ لقد اختفى. إنه مفقود؟ أين ذهب؟ لم أتمكن من رؤية شيء بالطبع. سأحصل على بسكويت جديد، ولكن سأبقي عيني على لاكسي. حسناً، من الأفضل أن نبدأ بتزيين الكوكيز. حسناً يا لاكسي، سأساعدك لتبدأي. هذه الزينة البيضاء. رائع، شكراً يا سكاي. من الأفضل أن أبدأ، سيكون هذا صعباً. سأبدأ بتحديد الشكل الخارجي للبسكويت. ها نحن ذا، والآن سأملأه بالمزيد من اللون الأبيض. حسناً، أظن هذا جيداً. أراهن أنه يبدو رائعاً. مذهل، يبدو رائعاً حقاً، على ما أعتقد. المزيد فحسب وسأنتهي. البسكويت مغطى بالكامل. والآن سأستخدم فرشاة الرسم وبعض الزينة الذهبية. سأضع القليل في الأسفل وعلى الأذن. حسناً، لا يمكنني أن أنسى القرن طبعاً. والآن أحتاج إلى إضافة عينين لليونيكورن. أحتاج إلى بعض الزينة الحمراء الآن. أحتاج إلى فتحتي أنف على شكل قلب. أظنني بارعة في هذا فعلاً. حسناً، أحتاج إلى هذا اللون. أي لون هذا؟ لا أعلم، ولكن اليونيكورن يحتاج إلى عينين، وسأغير اللون مجدداً. علي رسم فتحتي الأنف. أعلم أنه يبدو رائعاً. أجل، لقد انتهيت. وماذا عنك يا سكاي؟ كلا، ليس ما توقعته إطلاقاً. حسناً، كنت معصوبة العينين، لذا فما حدث قد حدث. أريد تقبيل أنفه. إنه لطيف جداً وأنت محقة، قبولات للأبد. على الأقل حصلت على قرني الخاص. أشعر بالملل كثيراً. أعلم كيف أوقظها. ما رأيكم في غناء الكاريوكي؟ ماذا؟ يلا الهول، أي شيء عدا ذلك. شالالالالالا. كلا، إنها مخلوقات البانشي. أشلي، توقفي، صوتك سيء جداً، تؤلمني أذناي. أشلي، لا أعتقد أن هذا جيد.
أعتقد أن عليك ترك الميكروفون. هاي! ما زالت نائمة؟ كلا يا أمي، لا أريد الذهاب إلى المدرسة. أعتقد أنها ليست من المعجبين بغنائي. هاوي! لا لا لا! من أخبرها بأنها تجيد الغناء؟ هل ما زالت نائمة؟ يا له من جمهور صعب الإرضاء، فلنزد الحماس. لا 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 لا! أنت اجلسي، علي فعل شيء، سأعود فوراً. هايش جديدو! ما زالت مستمرة؟ لا أصدق أن الأمر وصل إلى هذا الحد. با با با! أرجوك فلتتوقفي، لا يمكنني تحمل هذا لوقت أطول. قد يوقظ صوتها الأموات، أعلميني متى تنتهين. فلنذهب إلى الجسر. اصمتي، مهلاً توقفي. مهلاً لحظة، لدي فكرة، سأجرب أي شيء. أحتاج إلى مناديل المرحاض هذا. سأقطع اللفافة إلى نصفين، سأخذ النصف الأول وسأضع قطعة من الشريط اللاصق على الحافة. سألفه على الحافة بأكملها، ينبغي أن يفي هذا بالغرض، وسأصنع شقوقاً صغيرة فيه، سأبقيها متباعدة بشكل متساو. هكذا تماماً. سأنتقل إلى يدي الأخرى وسألصق اللفافة بها. أحتاج إلى خاف العيوب خاصتي، سأضعه على اللفافة وسأستخدم فرشاة مكياج لأمزجه. أريد تغطية الشريط اللاصق واللفافة، لا أريد أن يظهر أي شيء. ثم سأفعل الشيء نفسه مع يدي وأظافري. ثم سأحتاج إلى مسحوق مكياج. أحتاج إلى وضع طبقة خفيفة، يبدو هذا جيداً. ثم أحتاج إلى قلم. سأرسم خطوطاً رفيعة حول يدي، أريدها أن تبدو وكأنها ندوب. سأضيف لوناً بسيطاً لأظافري، ثم سأضيف ندبات على أصابعي. واو، يبدو هذا رائعاً ومخيفاً، إنه من وحي الكوابيس. حان الوقت لإسكات أشلي، أعتقد أنني سأطفئ الأنوار. ماذا؟ ماذا حدث؟ ميندي، هل هذه أنت؟ من هناك؟ لا يعجبني هذا، ابقى بعيداً، فأنا أعرف الكاراتيه. أين أنت؟ مهلاً، ما كان ذلك؟ يلمسني شيء ما. أنت خلفي، أليس كذلك؟ ماذا؟ لا يوجد شيء، هذا غريب جداً، ربما أتخيل الأمر. كان الأمر مخيفاً جداً، انطفأت الأنوار، ثم أمسكني شيء. أجل، يبدو ذلك غريباً جداً. مهلاً، هل هذا أفضل؟ شكراً يا ماندي، كم هذا مطمئن. كلا كلا، لا يمكن، هل كان حقيقياً؟ بالتأكيد. ماذا؟ اهدئي، إنها يدي فحسب، هل ترين؟ لا يوجد داعي للقلق. ماذا يحدث؟ ماذا؟ كانت أنت؟ أو مرحباً، لقد استيقظت. ماذا تفعلان؟ لم أكن أنا، بل اليد. هل هذه فكرة جيدة؟ ما هذا الشيء؟ بعد المدرسة ووقت الحرف الفنية، انظروا إلى نتيجة ما أفعله، لدي كثيراً من هذا الطلاء. أجل، انهمر يا عزيزي، هذا يبدو جيداً جداً. إنها دائماً فوضوية، تعلمت أن أكون مستعدة دائماً. علينا حماية من تعمل على تأمين معيشتنا بطريقة ما. الطلاء قادم من الفرشاة. أنا بارعة أم بارعة للغاية؟ كيف يمكنني أن أجعل هذا أكثر إثارة؟ أيعجبك الطلاء يا صديقي الصغير؟ لا، أوقعت نفسك في ورطة أيتها الصغيرة، أعطيني ذلك الدب المتسخ. سأجعل هذا أفضل قليلاً، لكن أولاً أحتاج بعض الأدوات، أتعرفون هذا؟ أحتاج كمية وفيرة. أحضر دباً محشو لا تمنعون اتساخة. أتحب هذا يا سيدة دب؟ تزداد الأمور فوضوية هنا، ألطف ختم على الإطلاق، أليس كذلك؟ سنضيف بضع تفاصيل أخرى بسيطة، ومن قد لا يحب الأزهار؟ غطوا الزهرة بالطلاء واختموا بها. يا له من تصميم مرح، لقد أحسنت استغلال موقف سيء. واو، دعيني أجرب ذلك، ألا يوجد أي تأثير؟ هيا، ها هو ينجح، هذا ممتع جدا. هل يوجد موضوع كلاسيكي أكثر من رسم الجماد؟ أعني، كم يمكن أن يكون الأمر صعبا؟ كانت لعبة الفقاعة ممتعة. حسنا، كيف أجعل التفاحة لامعة؟ أريد فعل هذا للأبد. في الواقع كلا، ابتعدوا عن طريقي.
أراهن أن بإمكانك اكتشاف الحل. أشعر بملل شديد. ما الذي تفعله؟ ترسم مجموعة من الفاكهة؟ والآن اتضح الأمر. حسناً حسناً حسناً، ماذا لدينا هنا؟ ها؟ مهلاً، ينقصني شيء ما هنا. ماذا؟ سأعيد رسم مجدداً من البداية. متى ستنتهي؟ مرحباً أيتها التفاحة. حسناً، هل تحركت التفاحة؟ كيف يفترض بالعمل هكذا؟ هذا ممتع. سيكون رسمي رائعاً هذه المرة. معذرة؟ لا أفهم هذا. مرحباً، لابد من وجود تفسير. أنت؟ كان علي أن أعلم أنك الفاعلة. عودي إلى هنا. والآن تعالي إلى هنا. لن تذهبي إلى أي مكان. على الأقل ليس قبل أن أنتهي من رسمي. حسناً، آخر قطعة شريط لاصق. سأرسم في سلام الآن. والآن ماذا كنت أفعل؟ مرحباً، لكم من الوقت سأبقى في الأعلى. أطلقي سراحي. أنت تستحقين هذا. أجل، لا أعلم لماذا لم أفكر في هذا الأمر مسبقاً. يمكنني تتبع ظلال الفاكهة، وهذا يخلصني من التخمين المزعج. وسأتمكن من التركيز على ضربات فرشاتي. وقت رسم الكمثرى. قد يكون هذا الشكل صعبا جدا. واو، إنني أتقدم سريعا. كدت أنتهي من رسم آخر ثمرة. سأظلل خلفية قليلا ولن أنسى وضع توقيعي. قد يصبح رسمي ذا قيمة يوما ما. انتهيت تماما، ولم يكن هذا بفضلك يا أختي. أجل، تحررت يداي. لكن مهلا. كلا. أنا بخير. حسناً أيها الطلاب، التحدي التالي لنا عن الخداع البصري. والآن ابدأوا الإبداع. حسناً، أعرف كيف أبدأ رسمي. أجل، ليتني شعرت بالإلهام. سأكتفي برسم عدة خطوط وسأوصلها ببعضها البعض. هذا سهل، لكن يبدو كأنه فائق روعة. سأربح التحدي بالتأكيد. انتهيت من رسمي. هذا جميل جداً. تفقدي ما رسمته. سأمعن التفكير أكثر من ذلك في رسمتي. يتعلق الأمر كله بالخطوط. فور انتهائي من رسم مربع كامل، أضيف خطوطاً أعلاه وأسفله وعلى اليمين واليسار. يستغرق الأمر وقتاً قليلاً كما ترون، لكن سيصبح كل هذا منطقياً في النهاية. حين ترسمون خطوطاً بشكل معين، يمكنكم الرسم من منظورات مختلفة. واصلوا اتباع النمط فحسب، وستساعدكم إضافة ألوان بسيطة أيضاً. أترون كيف اكتسبت الرسمة حيوية؟ وكأن بإمكانكم القفز بداخلها. دعيني أجرب. هل تقصدين هكذا؟ كلا، يمكنني رؤيتك بالداخل. حسناً، لقد انتهيت. ولدي إضافة صغيرة. ماذا يحدث داخل الرسمة؟ مرحباً، أنا هنا الآن. سوف أخرجك. أخرجي. مهلاً، كن حذراً. أخرجي، أخرجي. لقد نجحت. مهلاً، ماذا؟ لقد أحببت المكان داخل الرسمة كثيراً. مهلاً، أين تذهبين؟ لا أود أن أعلق داخل الرسم. حسناً، هل أنت مستعدة يا أشلي؟ هل يمكنني أن أبدأ؟ أرجوك. بالطبع، تفضلي. شكراً، هذا مشوق للغاية. إنه الأرنب، هل ترى؟ هل أنت جادة؟ إنها القطة. كلا، مستحيل، إنه الأرنب. توقفي. أنت شرير. إنني أتبع القواعد فحسب. إن أردت اللعب بهذه الطريقة فليبدأ التحدي. لنفعل هذا. كنت أتدرب لهذا طوال حياتي. حاولي النيل مني. أنفي. علي فعل شيء. طفح الكيل. استسلم. أعطني هذا. شاهد هذا. سأرسم عدة أحرف S على الورقة ثم أدمجها معا. سيكون هذا لطيفا جدا. لا يمكنني نسيان رسم وجهين مبتسمين. إنهما أرنب وقطة، لكنهما يحتاجان إلى بعض الألوان. يبدوان سعيدين جدا. من السهل جدا رسم هذا. كنت أنتهي. انظر إلى هذا يا جاستن، إنهما يتعانقان.
أوهو، إنها قطة، هذا موديل. إنهما لطيفان للغاية. فلتأخذ هذا. مهلاً، ما هذا؟ أوه، يبدو رائعاً للعناق. توجد زرافة صغيرة أيضاً. هذه لي. أوه، حسناً، أظن أنها صغيرة لي. زرافتي أكبر بكثير. حسناً، لا تتحرك، علي رسمك. حتى الآن كل شيء جيد. ماذا تفعلين؟ إنني أفحص الزرافة. أوه، فكرة جيدة. أتساءل كيف يجري الأمر مع جاستين. رسمة واقعية جداً، أليس كذلك؟ سأدعو جاري. سيكون هذا صعباً. إنه لا يبدو كزرافة. يتعلق الأمر بمقياس رسمي الصحيح. مهلاً، لدي فكرة. سأضع يدي هكذا وأرسم من حولها. سأضيف وجهاً. والآن إنها زرافة. هيا نلونها. هذا البني لون مثالي، ويمكنني تلوين البقية بالأصفر. علي توخي الحذر، لا أود ارتكاب أي أخطاء الآن. والآن الرقبة، انتهيت. أنا سعيدة لأنني فكرت في هذا. أجل، حسنا، هذا جيد جدا. أنا آسف يا جاري. يمكنك الحصول على هذا. شكرا لك. حسنا، الجولة التالية. مهلا، غطي عينيك. أوه، غامض. هيهي، سأفاجئ أشلي. أوه، هذا مقزز جداً. كذلك رائحتها بشعة. ما تلك الرائحة؟ آسف. مهلاً جاستن، أعلم ما يمكننا فعله. تفقد هذا. سأبدأ برسم شجرة، ثم بعض التفاح. لنضيف بعض أوراق الأشجار الخضراء. من الأفضل أن أبقى داخل الخطوط. تبدو جيدة. سأضيف أخضر داكن للأوراق، إنه يعطيها قواماً. وبالطبع يجب أن يكون الجذع بني. استخدام ضربات قلم عمودية تجعله يبدو كالخشب. ثم سنلون التفاحة بالأحمر. تبدو غنية بالعصير. تدا، إنها شجرة تفاح. إنها جيدة، لكنه ليس تفاحاً حقيقياً. جاستين، انظر. أوه، هذا رائع جداً. هذا لذيذ جداً، جربي واحدة. أظنني سأجرب. هل تظنين أن بإمكانك رسم بيتزا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، هيا. أوه، كان هذا وشيكاً. سأحل هذه المعضلة بإدارة للعجلة. من كانت تلك؟ كان ذلك غريبا جدا. أوه، انظري إلى العجلة. ماذا؟ أوه، واو، قد يكون هذا صعبا. توقف. ماذا؟ لنجعل الأمر مشوقا. واحد، اثنان، ثلاثة، هيا. هذا موتر للغاية. أو كلا، قلم يا رصاص. لا بأس، معي واحد آخر. هذا لا يسير بشكل جيد. أو بحقك. ها؟ أو غير محظوظة. ليس لدي وقت لهذا. هذا يستغرق وقتا طويلا. علي الإسراع، يكاد الوقت ينفد. ارحل من هنا. أنت أبعدي قمامتك عن فني، مع أن هذا قد يكون مفيداً. سأبدأ برسم راقصة باليه. سيبدو هذا رائعاً، تبدو رشيقة جداً. وسأستخدم بري قلم رصاص كتنورة لها. أنا سعيد بهذا حقاً. يا أشلي، ما رأيك؟ ضعت وقتاً كثيراً، لكن ما زال بإمكاني إنهاء رسمتي. أعطني لحظة. أوه، احذري. حسناً، انتهيت. ما رأيك؟ إنها جيدة، أليس كذلك؟ أحسنت عملاً، انظري إلى المؤقت. لقد نجحنا. صافحيني. أحسنت. جميل، سينال إعجاب ماثيو. أوه،
ربما لا، يجب أن أصلح هذا. رائع، لا أملك ممحاه. لا بأس، لابد أنها في المقلمة. أين هي؟ أعرف أن لدي واحدة. مهلا جينا، هل يمكنني استخدام ممحاتك؟ أرجوك. بالطبع، تفضل. أوبس، عذرا. شكرا، أنا ممتن لك، هذا ما أحتاجه. ما زالت لدى ماثيو، سأذهب لرؤيته، سيتفاجأ. يعيش ماثيو في مكان بعيد، على الأقل لست بحاجة للاستحمام لاحقا. كان علي إحضار معطف. أنا متحمسة لرؤيته. ماذا؟ تبدين اليوم فائقة الجمال. لا أصدق، وبممحاتي. فظيع ماثي الغبي، كيف فعل ذلك؟ لن أعطيه ممحاتي ثانية. ماذا سأفعل؟ جينا، ها؟ منذ متى وأنت هنا؟ استخدمي المبرات. كيف؟ لحظة، عرف، شكرا لك. كان علي التفكير بهذا مسبقا. سأقلب المبرات بهذا الشكل، ثم سأغطي الجزء السفلي منها بالغراء. سأقوم بملئها بالكامل، ثم أنتظر إلى أن تجف. سيفي هذا بالغرض، سيمسح الغراء أثر قلم الرصاص. ممتازة، سأنهي رسمتي الآن. ها؟ ظننت أن بإمكاني تقديم المساعدة، وأحضرت لك هذه. أوه، هذا لطف منك، أعتذر. واو، من كان يدري أن العلوم ممتعة إلى هذا الحد؟ أوه، وصلتني رسالة. أو لا، نسيت عيد ميلاد جينا، ويجب أن أحضر لها هدية. لابد أن هناك شيء ما يمكنني استخدامه. هذه هي البداية، والآن يجب أن أجد هدية. هاي، يمكنني استخدام هذا الشريط. سيؤلم لي هذا لاحقا. حسنا، حان وقت الإبداع. جيد، هكذا مذهل. لكن ماذا سأضع بداخلها؟ دمية؟ دمية أخرى، هذا ما أريده بالضبط. كلا، أزهار، هذه فكرة جيدة. ما أجملها. من أين أتى هذا النحل؟ تعرضت للاسع. لا يمكنني المخاطرة، والآن هذه فكرة جيدة. هل تمزح معي؟ مستحيل. أوه، هيا فكر. أوه، وجدتها. سأصنع لها دفتر يوميات. سأبدأ باستخدام دفتر ملاحظات عادي، ثم أفتح الغطاء الخلفي وأضع خطا رفيعا من الغراء على الحافة. سأفعل هذا على جانب الصفحة وعلى الجزء السفلي منها. والآن أحتاج شريطا ورديا، سألصق الشريط بالغراء وأكرر هذا مع عدة أشرطة وردية على الجزء السفلي من الصفحة. وعند الانتهاء سأستخدم شريطا أخضر، سألصق الأشرطة الخضراء على جانب الصفحة، لن أترك أي فجوة. والآن سأغلق دفتر الملاحظات وأطوي الشريط الوردي فوق دفتر الملاحظات، ثم أدخل الشريط الأخضر أعلى وأسفل الشريط الوردي. سأواصل فعل هذا على طول دفتر الملاحظات بجميع الأشرطة للحصول على تأثير الشبكة. ثم أفتح دفتر الملاحظة وأضع خطا من الشريط اللاصق على الجزء العلوي من الصفحة، وأطوي الشريط الزائد فوق الغلاف وألصقه بالغراء. يجب التأكد من التصاقه جيدا، ثم أضع الغراء على الحافة وفوق الجزء العلوي من الشريط. يجب أن أفعل ذلك على 3 حواف. والآن سأضع قطعة ورقية فوق الغراء وأضغط عليها لتلتصق جيدا. وهكذا حصلت على دفتر يوميات يدوي الصنع. آمل أن تحبه جينا. أنا مستعد لعيد ميلاد جينا. أحضرت لك شيئاً. واو، واو، ورق مقطع، شكراً لك. حقاً؟ انظري في الصندوق. واو، رائع، شكراً لك، أنت الأفضل. أعرف. هاو، حصلنا على قطعة ورق. هاو، يحدث شيء ما، إنه السحر ثانية تانا. انظري، كوزو آيس كريم جميل، كم هو جميل. يبدو لذيذا أيضا، ليتني أملك واحدا حقيقيا. أوه، رائع، ماذا لدي؟ سيكون هذا ممتعا. أوه،
أوه، بدون يدين ثانية؟ يا لحظي، يمكنني استخدام يد واحدة وفرشاة التلوين، وسأغمسها في الطلاء. أعتقد أني سأبدأ باللون الأحمر. سأقوم بطلاء الآيس كريم. سأضع على الرسمة نقاطاً بألوان مختلفة. وضعت الأحمر والأصفر والأزرق ومعظم الطلاء الأبيض، ثم سأضيف القليل من الماء لمزج الألوان. أوه، انظروا إليها وهي تلون. من الأفضل أن أبدأ. أعتقد أن علي استخدام فمي. يمكنني القيام بذلك. حسناً، سأضع بعض النقاط على هذه الورقة، وسأضع القليل من هذا اللون أيضاً، وربما سأضيف هذا اللون هنا. أوه لا، أصبحت فظيعة. حسناً، أظن أن هذا ما حصلت عليه. تدا، إنها ملونة على الأقل. هذا ما تمكنت منه. انتهيت من تلوين كوز الآيس كريم أيضاً. أترين؟ نتيجة تقنية المزج رائعة. أحببتها بالفعل. تحول إلى آيس كريم حقيقي تماماً كما تمنينا. يشبه كوز الآيس كريم الذي لونته أيضاً. حان الوقت لتذوقه. أمل أن يكون لذيذاً. شهي جداً. أعرف أنك تتمنين الحصول على واحد أيضاً. ماذا ينتظرنا هذه المرة يا ترى؟ هذا مثير. يا إلهي، انظري، ضفدع جميل. انظري إليه وهو يقفز. حسناً، أنا مستعدة لرسم ضفدع. واو، أنا أيضاً أحب الضفادع. سأجهز ورقتي. مرحى، يمكنني استخدام كلتا يدي. ويمكنك استخدام يد واحدة. يبدو أني سأستخدم هذا القلم المدبب لرسم الضفدع. سأبدأ برسم نصفي قلبين بهذا الشكل، ثم سأصلهما معا من الأسفل بهذه الطريقة ومن الأعلى بشكل قوس. انظري لهذه الأصابع الصغيرة. رسمت عينيه وسأبدأ بتلوينه الآن. يجب أن أستخدم اللون الأخضر طبعا. إنه ضفدع محترم. يحق لي استخدام كلتا يدي وسأفعل ذلك. يجب أن أفعل ذلك أسرع بمرتين. يا لها من استراتيجية مذهلة. لقد كانت محقة بشأن الأصابع. إنها لطيفة جدا. حسناً، انتهيت من المسودة وحان وقت التلوين. سأفعل ذلك بسرعة وبشكل جميل، لكنه قد لا يكون لطيفاً. سأسرع أكثر. واو، انبعث الدخان من الورقة. ماذا هناك؟ كيف اشتعلت النار؟ حسناً، أظن أني انتهيت من رسم ضفدعي. يبدو أني تعجلت بتلوينه. حسناً، لم تشتعل رسمة ضفدعي وها هي. أليست جميلة؟ أوه، ما هذا؟ ضفدع جيلي؟ لابد أن أتى من لوحة الجميلة. حان الوقت لرسم الصورة. تشك 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 تشك. هاو، الكثير من الضفادع. أوه يا إلهي، رائحة شهية بنكهة الليمون. سأتناول لقمة من هذا. لا يمكنني الانتظار أكثر. أوه رائع، كم أحب حلوى الجيلي. هاو، ماذا تفعلين؟ تمهلي. لا، أنا أحبها كثيراً. تبدو أظافري مذهلة. من الصعب الحصول على المقياس الصحيح، لكنه ممتع. أجل، طبعاً. ما هذه؟ إنها سفينتي. لا يهم، سأركز على أظافري. حسناً، يجب أن أنهي هذا. أوه لا، قلمي. ولا أملك مبرات. ماذا سأفعل الآن؟ ما المشكلة؟ كسر قلمي ولا يمكنني بريه. خذ هذا. أوه حسناً. كيف تشعرين؟ كلا، استخدم لي بري قلمه. أوه حسناً، فهمت. سأمرر القلم فوق مبرد الأظافر. نجحت، انظري. يمكنني الآن إنهاء رسمتي. قلت لك، لدي فكرة، سأرسمك. مهلا، تمرنت على بعض الوضعيات. ما رأيك؟ فظيع. وجدتها، اذهبي إلى هناك. حسنا، أنا مستعدة. هذا أفضل. أشعر بأنني فاتنة. ضعي يدك على رأسك. هكذا؟ بالضبط، مذهل. كم تحتاج من الوقت؟ هاي، ها؟ أنا مستيقظة. ما رأيك؟ حسناً، بذلت جهداً لا بأس به. هذه أفضل رسمة لي. واو، هذا عالق في أنفي.
إنه مطاطي. مرحبا، تفضلي بالجلوس يا أيضي. أو حسنا. لا تنظري إلي، تبدو ودودة، هذا اللون مناسب لي. أتشي. حسنا أيها الطلاب افتحوا الكتب. هل علي فعل ذلك؟ لدينا اليوم درس مثير. أجل صحيح، أحب دفتر ملاحظاتها، علي تدوين الملاحظات. قلمي جميل للغاية، أتمنى لو كان لدي أغراض جميلة. كل ما لدي ذو مظهر ممل للغاية، هذا ليس عدلا. ماذا يحدث هنا؟ مهلا، ما المشكلة؟ أحسدها على قلمها. دعيني أرى، قلم أنيق، ربما يمكنني المساعدة. حقاً؟ سأجدد مظهر قلمك بهذه الحيلة البسيطة، سأزيل أجزاء القلم وأملأ الغطاء بالغراء، يجب ألا أحدث أي فوضى في هذه المرحلة. هذا كافٍ، والآن سأسكب المادة البراقة ثم أعيد الحبر إلى الأنبوب وأثبت ريشة الكتابة، والآن وداعاً للأقلام المملة. جميل، أليس كذلك؟ واو، رائع، ولن أنسى هذا الصغير. أوه، ما أجمله. شكراً. مهلاً، أشعر الآن براحة أكبر. واو، تبدو عصريا للغاية. سأخذ هذه، لن تصلح، أنت بحاجة إلى تغيير في مظهرك، أشعر وكأني ولدت من جديد. كيف فعل ذلك؟ لا يهم، أحببت هذا فعلا، أنت معلمي المفضل. أنا أؤدي واجبي فحسب. هذا مذهل. ماذا؟ واو، أحببت مظهرك الجديد. أريد أن أقدم لك شيئا. حقا؟ لي أنا؟ شكرا، أنت أعز صديقة لدي. سيلفي، أحب هذا الفصل. يجب أن أبدل ملابسي. إذن درس اليوم. حسناً، لنرى ما سيحدث حين أطلي فرشاة التلوين بفرشاة تلوين. سألون في شكل خطوط بألوان مختلفة على شعيراتها، تبدو مثل قوس قزح. حسناً، أعتقد أن هذا المكان صحيح، سنرى آخر الأخبار. هاي، كيف حالك؟ لم نتحدث منذ وقت طويل. هاو، قد أفعل هذا بمانيكيري أيضاً. ها، وأخيراً يحدث شيء ما، انظري لهذا الضوء، يقترب منا كائن فضائي، هذا مثير. رائع، متحمسة لرؤية ما سيحدث لاحقاً. مهلاً، لا يسمح لي باستخدام أي من يدي، يسمح لي باستخدام يد واحدة، ولا بأس بذلك. حان الوقت لرسم الكائن الفضائي الصغير، هذا هو رأسه، وسأرسم جسمه الآن. ويجب أن يملك الكائن الفضائي ذراعين، ثم سأرسم ساقيه الرفيعتين، وبعدها أضيف بعض التفاصيل. والآن إلى العيون التقليدية الكبيرة، وأنف صغير، وفم صغير أيضاً، ثم أجعله يتحرك. لقد رسمته بشكل مثالي بيد واحدة. يا إلهي، بجوار كائن فضائي حقيقي، إنه يفعل شيئاً بطبقي وقلمي. لنرى ما رسم، يبدو أنه حاول رسم كائن فضائي. أيها السيد الفضائي، انظر ماذا فعلت بطبقي. أترى؟ يمكنني أن أجعله يرقص بتحريك الماء. يا إلهي، إنه يتحرك بطريقة رائعة، هل أعجبك؟ أجل، لقد أحبه. واو، يا لها من كيكة جميلة بشكل الفضاء. واو، إنه يضعها أمامي، أعتقد أنها أصبحت لي. تفضل، خذ هذا، لعلها أفضل كيكة رأيتها في حياتي. لقد حصلت هي على كيكة، بينما حصلت أنا على لا شيء، مجرد خربشات لفضائي على طبقي. هي، ماذا عن طبقي؟ ألا تريد هذا أيضاً؟ ربما تبدله بكيكة؟ كلا، تبانة، أنت من رسمتها، لا أصدق هذا. تبدو شهية، سأتناول لقمة منها. كيكة فضائية شهية، سعيدة جدا لحصولي عليها.
هذه الحلوى المفضلة لدي، إنها بنكهة الفواكه. النكهة الاستوائية هي الأفضل برأيي. أهلاً، خطرت لي فكرة، سأسكب بعضها من الكيس. إنها بألوان جميلة وزاهية، أحب الوردية من بينها. الآن حان وقت التنظيم، سأبدأ بالحبات الزرقاء ثم الوردية. جيد، إنها مرتبة وجاهزة للسحر. رائع، نجحت، حولتها إلى بوبيت تماما كما أردت. حان وقت اللعب بها الآن. هي ما بك، ماذا تفعلين؟ يجب أن نرسم. أوه معك حق، نسيت، انشغلت بلعبة بوبيت. إنها فرصتي، سأستخدم هذا. في الواقع سأستعين بها في رسم لوحتي. سأبدأ بهذا الطلاء. حسناً، سأطلي الجزء الداخلي منها بهذه الفرشاة. أنا متحمسة جداً لرؤية النتيجة في النهاية. حسناً، سأفعل الآن الشيء ذاته بالصف البرتقالي. إنه جاهز، والآن سأجربها. سأقلب لعبة بوبيت فوق الورقة وأبدأ بالضغط عليها. أحمر، أحمر وأزرق هذه المرة. تباً، إنها تستخدم كلتا يديها كما لو أنه مسموح لها. أهلاً، أعرف ما علي فعله. سأستخدم أنفي. سأضع نقاط الطلاء على الورقة باستخدام أنفي. يسير هذا بشكل جيد. سأبدل الألوان الآن. انظري، صنعت شكل بوبيت بأنفي. ياي، وأنا رسمت واحدة أيضاً. إنها جميلة في الواقع. انظري لهذه النقاط الجميلة، إنها أفضل من نقاطك. واو، القوة السحرية، بسكويت بوبيت. سأتذوق. يا للروعة، شهياً جداً. يبدو شهياً فعلاً. سأتناول واحدة أيضاً. أو أترين هذا الضوء؟ أو يبدو أننا حصلنا هذه المرة على صندوقين. سأخذ هذا. مستحيل، انظري إلى ما لدي، علبتان من بخاخ الطلاء. ماذا يوجد في صندوقي يا ترى؟ لا فكرة لدي، سأفتحها. واو، صندوق مليء بأقلام التلوين الخشبية، أحببتها فعلا. أو صندوق آخر صغير، ماذا يوجد بداخله يا ترى؟ سأفتحه لنعرف ذلك. لم أتوقع هذا إطلاقا، إنها عين من الجالي. طرية جدا، سأكلها لأني أتضور جوعا. لذيذة وطرية أيضا. واو، استمتعت بتناوله، ليته يوجد المزيد منها. هي انظري، يسمح لنا باستخدام أيدينا هذه المرة. أحضرت القفازات وأنا مستعدة للرسم. سأبدأ باللون الأزرق وأرسم بقعة في المنتصف. والآن سأستخدم هذا الكوب كدليل لي لاستخدام الطلاء الأبيض. حصلنا على دائرة زرقاء مثالية، ولاحقا سأحتاج هذا الطبق وأضعه مواجها للورقة. ثم سأستخدم الطلاء الأسود، القليل من اللون الأسود في المنتصف لحدقة العين لتصبح عينا. أنا مستعدة بأقلامي ويدي. هيا بنا، سأرسم عينا بيد واحدة. ستكون النتيجة جميلة. وأعتقد أني انتهيت. تدا، وجهي السعيد جاهز. واو، كيف فعلت هذا؟ ماذا؟ عيني الصغيرة والجميلة، أليست مذهلة؟ مستحيل، حول السحر رسمتي إلى عين حقيقية، إلا أنها أضخم. مستحيل، لا أصدق، إنها عملاقة. هل يمكنني تناول القليل؟ أو كلا، إنها لي. ولا أنا بالإذن أريد تناولها. أو تباً، فأنا لم أشاركها كيكتي. واو، ماذا يحدث؟ ما هذا؟ واحدة أخرى؟ هناك المزيد. ها؟ ها؟ المكان مظلم هنا فعلاً. أنا خائفة جداً. ما ذلك الشيء هناك؟ أخرج من غرفتي أرجوك النجدة. ماذا هناك؟ وحش ضخم مخيف. أهذا ما أيقظتني لأجله؟ علاقة مع عاطف. كنت أتخيل أشياء فحسب. طابت ليلتك. آسفة، المكان مظلم جدا. مجرد علاقتي مع عاطف، أليس كذلك؟ سأكون بخير. ماذا؟ هذا الوحش. ساعدوني أرجوكم النجدة. ماذا؟ انظري هناك. لا أرى شيئا هنا. أعلم كيف أوقف هذا الأمر. لون لوحة بطلاء الأسود، وفور انتهائكم أضيف القليل من اللون الأبيض، ثم أرسم شجرة باللون الأسود. هذا هنا هو رسم عدة أشجار. استخدموا اللون الأبيض في رسم النجوم. أحضروا شفرة حادة واثقبوا اللوحة. اصنعوا عدة ثقوب عشوائية، ثم ادفعوا بها المصابيح. ستبقيك اللوحة آمنة. واو، الآن ليس هنالك ما يخيف. فلتنطفئ الأضواء. ما هذا الشيء؟ هل هو وحش؟
الآن. غرفة الخلية من الوحوش هي الأفضل. حسناً يا رفاق، وقت النزهة. تناولوا طعامكم المزيف. أشعر بالملل. هاتف أختي، لا يمكنني فتحه. كل ما أحتاج إليه هو وجهها. برفق، لا تستيقظي، أعطني وجهك. يجب إظهار مقلدي عينيها. يبدو الشريط اللاصق قويا. سأفتح جفنيها بدون إيقاظها. لن أنسى العين الأخرى. ها هما ذا. سأفتح قفل الهاتف أخيرا. ما زال الأمر لن ينجح. ليت وجهها بدا طبيعيا أكثر. هيا أغلقي فمك. ما خطب فمها؟ فلتبقى مغلقا. أيمكنك ذلك؟ كف عن الحركة فحسب. حسنا، هذا لن ينجح. مهلا، سأستخدم قطعة الورق الشفافة هذه. سأضعها على وجهها وسأتتبع وجهها بأكمله. ففي النهاية يتعرف الهاتف على الشكل العام للوجه. إنها ثابتة على الأقل. علي إتقان تتبع شكل فكها. مثالي، إنها لوحة فنية. أيمكنني مساعدتك؟ لما يد هذا مألوفا جدا. إن أردت حقا رسم وجه فاستخدمي صورة. أبعد يديك، سأريك كيف تفعلين ذلك. أولا أحضر الأقلام خاصتكم. اصنعوا شيئا كحرف H الإنجليزي. أترون أصبح جاهزا. ابدأوا بالتتبع هكذا، وسيرسم شيء نفسه على الجانب الآخر، فهو يتبع حركاتكم. أترون؟ لا يحتاج الأمر إلى جهد يذكر، ولن تحتاج أدوات فنية أخرى. يبدو الرسم دقيقا، أليس كذلك؟ وكأنك تنظرين إلى مرآة. أنت نجح الأمر، أراك لاحقا. مهما فعلت لا تقرأي رسائل نصية، ولا تنظري إلى صور الكاميرا خاصتي. حسنا، يبدو هذا المكان مناسبا. حقا، لديكم الأشجار والطبيعة. ازداد حماس المنافسة. يمكنك المراهنة على ذلك. لا أعرف. مدى، توقف عن النظر إلى رسمتي. لا يهم، حسنا سأكون هنا أيضا. ما الذي يمكنني رسمه؟ وجدتها، إنه لطيف. أمل أن ديفيد لم يرى. لقد رأيته أولا. أها، فليفز أفضل رسام طيور. بعض الدوائر المرسومة بمهارة تحقق نجاحا كبيرا. عليكم أن تعرفوا أين تضاف الخطوط. رائع، أليس كذلك؟ لكن بعض الألوان ستجعلها زاهية حقا. يدل الأصفر على السعادة، أليس كذلك؟ إنه مثالي لرجل مبهج. وماذا عن بعض الأخضر؟ درجة لون مسالمة، وسأضيف بعض الأزرق ليجذب أعين الناظرين. التلوين عند الحواف أولاً هو أفضل خيار دائماً، يجعل عملية التلوين منظمة، أليس كذلك؟ كدت أنتهي؟ تبقت بعض اللمسات النهائية. وهكذا ينجز الأمر يا رفاق، عمل فني حقيقي. ألا تتفقون معي؟ أجل، أنا سعيد بالنتيجة جداً. ما هذا؟ احتجت إلى يد إضافية. اتضح أن اليد هي كل ما تحتاج إليه. حسناً، اليد وبعض النقاط والخطوط الموضوعة بشكل استراتيجي. هل يمكنك رؤية وجه الطائر؟ لا تقلق، سيتضح قريباً. ستكشف هذه الأغصان الأمر. وها هما قدماه الصغيرتان اللطيفتان. سأضع قليلا من اللون الأخضر. أظن أنها رسمة تمدك بالسلام. هل يمكنكم رؤية الطائر الآن؟ أنا مبدعة حقا، أليس كذلك؟ حسنا، إن أردت رؤيتها فعلا، ليست شديدة السوء. أظن أن الرسمتين رائعتان. هل نسأل المعلم؟ حقاً، أمل أنه بخير. يبدو أنه غفى سريعاً. استيقظ! لقد انتهيتما، أليس كذلك؟
أوه، عمل رائع. والآن أمهلاني 5 دقائق. حسناً يا دانا، أحتاج إلى شيء سيلفت الأنظار. وأعلم الشيء المناسب لذلك. درجات الألوان التكميلية ستكون الفائزة، لكن ما زال ينقصها شيء. لكن ما هو؟ أوه، هذه الكرة صغيرة للغاية. أوه، هذا الشيء أذهلني. أمي؟ أوه، ليس الآن. حسناً، تبقى لديك الكثير من الطلاء، مما يترك لي مساحة للعب. شكراً. لا أعلم ما علي فعله فحسب. حسناً، سأجرب قليلاً من... أين ذهبت لوحة ألواني؟ ديفيد، هل هذا أنت؟ معذرة؟ انظري، لقد رسمت هذا. أدعوها مياه البركة. أها. هو أعلم ما علي فعله. هل تريد الطلاء على وجهك؟ جربها يا ديفيد. هاو، مجدداً. هذا ممتع صحيح؟ يمكنك تكرار ذلك. حقاً؟ ماذا إن استخدمت إصبعي أيضاً؟ ها أنا ذا. ها، النقاط الزرقاء آتية يا رفاق. والآن لوني المفضل. أوهو، لقد انتهيت. انظري يا أمي. حسناً، ليس هذا مذهلاً، لكن لنجرب حيلة أخرى. يمكن للتناظر أن يكون جميلاً، ولإثبات صحة ذلك فلقد ابتكرته بنفسك. إنها فراشة جميلة، سيمدها هذا الخط بالحيوية مع المخطط الخارجي للجناحين. الجانب الآخر، ها أنا ذا. تأملوا هذا الجمال الخالص فحسب. وهذه البداية فحسب يا بني. حسناً، هيا بنا. أهلاً، تفضلي أولاً. انتظري، لنفعلها معاً. حان الوقت لنرى ما ستختاره العجلة. وجه مبتسم. حقاً، أجل، سأتمكن من استخدام يد واحدة وأنت لا. حسناً، لنرى ما سنحصل عليه بالسحر. أهلاً، زجاجات ضغط، لنحضر بعض المآزر لهذا التحدي. حسناً، الآن نحن مستعدتان لفعل هذا. ربما يمكنني جعل العجلة تغير اختيارها إلى شيء آخر. هيا 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 رجاءً. يا إلهي، لقد نجح الأمر. لا أصدق الأمر. والآن يمكنني عمل مثلجات بدلا من الوجه المبتسم. حسناً، هذه الدائرة ملائمة. والآن سأبدأ بعينين، يحتاج إلى حاجبين أيضاً في رأيي. حسناً، يكفي من هذا اللون. سأستخدم الأزرق. سأرسم الدمعتين وألونهما بالأزرق. هذا ينجح بشكل جيد على ما أعتقد. ها هو العجين، وذا الأمر ينجح. والآن اللون الأحمر، علي الضغط عليه. علي وضعه بشكل موازي للأزرق هكذا. ليس سيئاً. حسناً، والآن الأصفر. السمايلي لا يكتمل دون اللون الأصفر. علي ملء هذه المساحة باللون الآن. علي التأكد من أن كل مكان صغير ملون. المزيد بعد، وها قد انتهيت. حان الوقت لقلبه. يا إلهي، انظروا كم هو جيد. كلا، أشعر بحكة في أنفي. هذا سيء. أتشو! كلا، انفتح الغطاء. لقد تسببت في فوضى هائلة. أجل، هذا صعب يا سكاي. آسفة. لا يهم، لا بأس. أظن أمري انتهى. مهلاً، ربما يمكنني استخدام الملعقة لمساعدتك قليلاً. أدفعها من هنا قليلاً. ليس وكأن الأمر قد يسوء أكثر. أترين؟ هذا أفضل، أليس كذلك؟ إنه أفضل. شكراً، على ما أعتقد. رباه، إنها منزعجة جداً الآن. ولكن انظري إلى رسمتي، أليست لطيفة؟ حسناً، سأضغط الزر هذه المرة. أتساءل ماذا ستختار هذه المرة. شجرة؟ لم أتوقع هذا إطلاقاً. مهلاً، بلا يدين مجدداً؟ لنرى ما سيعطينا السحر لهذا التحدي. أظن أن لدينا زجاجة حبر وقشة. حسناً، أظنني سأبدأ. حان الوقت لإظهار براعة مرفقي.
عمل رائع. والآن لنفتح زجاجة الحبر. من الرائع أن القشات معدة للفن فعلا. حسنا، والآن علي استخدام هذا لأحصل على بعض الحبر. إنها تنجح. هذا يفترض بي أن أفعل بهذه القشة. كلا، إنها تحتسي الحبر. توقفي، إنه حبر وليس صودا. ماذا؟ ظننت أنك تحتسين. أنا أرسم بالطريقة الوحيدة المتوفرة لي. علي الاستمرار في نفخ الحبر في الاتجاه الذي أريده. لا أصدق أنك فعلت كل هذا بالقشة في فمك. لماذا لا ينجح هذا؟ ربما علي النفخ بقوة أكبر. هيا هيا أيها الحبر الغبي. ملن، ما الذي على وجهي؟ مقزز، لقد تلطخت بالحبر. لماذا تبكي؟ إنها في حالة مزرية. مهلانة، أتوقف. لماذا؟ انظري، لدي هذا الطلاء الوردي. تضع خطا من هذا الطلاء وخطا من لون آخر أيضا. حسنا، والآن لدي خطوط الطلاء. أحتاج الآن إلى مسحة قطنية. سأغمسها في اللون الوردي الفاتح. والآن شاهدي، وسألمس بها أغصانك من الحبر الأسود. هل ترين؟ تبدو كالأزهار، كبراعم صغيرة تفتحت في الربيع. أليست جميلة؟ رائع، لقد ساعدتني على جعل الشجرة مميزة أكثر. أنا سعيدة لأننا عملنا على هذه معا، وأنا أيضا، إنها جميلة.